لا تستقل خيرا تعمله مهما كان قليلا ولا تستحقر شرا تعمله مهما كان صغيرا فكل الاعمال توضع يوم القيامه في الميزان والميزان حقيقي له كفتان توضع الحسنات في كفه والسيئات في كفه فمن رجحت حسناته فاز ومن رجحت سيئاته خسر قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين وهناك اعمال صالحه تثقل الميزان اكثر من غيرها فاعظمها التوحيد فالرجل الذي نشر له يوم الحساب تسعه وتسعون سجلا من السيئات ومعه بطاقه فيها التوحيد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضع السجلات في كفه والبطاقه في كفه فطاشت السجلات وتثقل البطاقه فلا يثقل مع اسم الله شيء ومنها حمد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان، ومنها حسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، والعامل نفسه يوزن، فيثقل المؤمن ويخف الكافر". قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك الصحابة من دقة ساقي ابن مسعود: لرجل عبد الله اثقل في الميزان يوم القيامه من احد ويضرب الصراط على متن جهنم وهو دحض مزله فيه خطاطيف وكلاليب وحسك ولا بد ان يمر الناس عليه قال تعالى وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا وورود النار هو المرور على الصراط، وقيل هو دخولها، ولكنها تكون على المؤمنين بردا وسلاما، ويختلف الناس في سرعة المرور عليه بحسب أعمالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب". فناج مسلم، ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم فخذ باسباب النجاه حتى ينجيك الله قال تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور